ومشاهدين الأعزاء نستمر وإياكم في هذه الجولة الصباحية وجولتنا في هذا الصباح نبثها إليكم من لبنان، حيث نتحدث عن الذكرى الثامنة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش التي أحياها المجلس الثقافي للبنان الشمالي بالتعاون مع مركز العزم الثقافي في عرض ومناقشة الفيلم السينمائي الوثائقي كما قال الشاعر للمخرج الفلسطيني نصري حجاج على خشبة مسرح الميناء. نتحدث عن هذا الفيلم ونتحدث عن العلاقة الأخوية التي تربط الفلسطينيون واللبنانيون في الشاعر الفلسطيني محمود درويش. نتحدث مع المخرج السينمائي اللبناني غسان خوجة من لبنان. يسعد صباحك غسان. صباح النور غسان. احنا بنتحدث عن علاقة أزلية ما بين الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني، وهاي الاستضافة مش شيء غريب على الشعب اللبناني. نتحدث عن العلاقة مع محمود درويش وعن فيلم كما قال الشاعر، تحدثنا عن هذا الإيفنت. نعم، هذا شيء طبيعي وأكيد، خصوصا بين بمدينة مثل مدينة طرابلس. المناسبة كانت ذكرى رحيل الشاعر محمود درويش، وتم عرض الفيلم الوثائقي مدته حوالي ساعة بحضور المخرج نصري حجاج. طب اليوم كمان غسان لما بنحكي عن فيلم وثائقي بيحكي عن محمود درويش من مخرج كان زميل وصديق لمحمود درويش، شو الجوانب اللي أضاءها وسلط الضوء عليها خلال هذا الفيلم؟ أول شيء بس بدي أقول لك أنه نصري حجاج هو شاعر أيضا، أكيد. ومثل ما لاحظت أنا بأنه هو بيرتبط بصداقة مع محمود درويش، وتعامل مع الفيلم كما كانت قصيدة، كان سينمائي ومخرج بنفس الوقت، والفيلم كان نوعا ما علاقة محمود درويش بالمدن اللي عاش فيها من خلال قصائده، فكان عنده طابع شوي بنسميه باللغة الفرنسية أوريجينال، يعني طابع شوي خاص، وكان سرد سينمائي وصور ولغة سينمائية جميلة جدا. ما كان في مقابلات مثل الوثائقي المتعارف عليه بالعمل الصحافي، بل كان كل مدينة تواجد فيها أو ارتبط فيها محمود درويش تاريخيا شاعر بيقرأ، شاعر من المدينة بيقرأ قصيدة أو جزء من قصيدة له مرتبطة بهذه المدينة. كنا عم نحكي عن حيفا، بيروت، عمان، باريس، لندن، وابتدأ الفيلم بالمستشفى اللي توفى فيها محمود درويش. وكان في كثير شعراء، يعني كان في شاعر كردي، شاعرة لبنانية، حتى كان في شاعر إسرائيلي، ومثل ما فهمت بأنه هيدا الشاعر من أولوياته هو مرتبط بالقضية الفلسطينية وبيدافع عنها بكتاباته، وحتى رفض الخدمة بالجيش الإسرائيلي، فكان عنده صداقة إلى حد ما، وهو أرى الشعر باللغة العبرية مثل ما الكردي أرى الشعر باللغة الكردية. فكان الفيلم نوعا ما مثل رحلة لهول المدن وارتباط محمود درويش فيها إلى حد كبير. وأكيد كمان الفيلم أكد على كونية الشاعر محمود درويش، أنه هو ليس فقط شاعر فلسطيني لبقعة جغرافية معينة اسمها فلسطين. لما إحنا بنحكي عن شعراء من جنسيات مختلفة قرأوا شعر محمود درويش على مدة 55 دقيقة، كنا بنتحدث عن محمود درويش من وجهة نظر الشعراء أقرانه في العالم ليس العربي وإنما العالم أجمع. أشعار محمود درويش ترجمت لكثير لغات، وهذا الشيء كان واضح بالفيلم. يعني كان فيليب دي فيليبان كان عم يقرا له، اللي هو وزير خارجي وكان رئيس وزراء فرنسا، كان عم يقرا له بالفرنسي، وهو ما بيعرفه بس بيعرفه من خلال كتاباته اللي ترجمت للغة الفرنسية. خوسيه ساراماغو كمان كان عم يقرا له بلغة ثانية، في شاعر أمريكي، وهذا بأكد على عمدي، هو بيعتبر كشاعر كوني، وهذا اللي أكد عليه المخرج نصري حجاج من خلال المناقشة، بأنه هو كان عنده نوع من الحزن الشديد على غيابه، لأنه بيعتبر أنه الشاعر رحل بعمر صغير وكان ممكن يعطي أكثر، إن كان لفلسطين وإن كان للعالم كله، لأنه ما بيعتبره كبس شاعر فلسطيني أو مرتبط بس بالقضية، هو مرتبط بالإنسان أينما تواجد بالعالم. نعم،
وهون كمان من أحد المقولات يلي حكاها نصري حجاج عن الفيلم بأنه يمكن كان الطابع حزين في طبيعة الأشعار يلي هو اختارها، لكن هو فعليا كان حزين على رحيل صديقه الشاعر محمود درويش. الذكرى الثامنة قديه كانت بتعني له أنت؟ يعني في صور كمان إحنا عم نشوفها غسان لإلك مع المخرج والشاعر نصري حجاج، تنقلنا شعوره خلال مناقشة هذا الفيلم. أنا التقيته للمخرج قبل شوي من الفيلم، ويعني دردشنا شوي عن الفيلم وعن علاقته بالراحل، وأنا من خلال اللقطات والمشاهد اللي اتصورت كان واضح قديش هو في فراغ، يعني كأنه هذا الصديق وهذا الشاعر ترك فراغ من خلال اللقطات، لأن الأماكن كلها يلي اتصور فيها الفيلم كان فيها فراغ ما، وكانت تقريبا اماكن مهجوره، وهيدا اللي كان عم يجرب يوصله المخرج من خلال الفيلم، بانه برحيل هذا الشاعر الكوني فقدنا شخص كان بيملي هيدي الاماكن من خلال شعره او من خلال مناقشاته. للحقيقه الفيلم جميل جدا، يعني وهو ذو طابع سينمائي، لانه لغه الصوره هي اللي بتحكي، أكيد. مش ما في مقابلات ولا في اي يعني تعليق مرافق للفيلم. كان الشاعر محمود درويش، واللي انتقاه وهو استعمل تعبير المخرج نصري حجاج وقال انتقاه بكآبه نوعا ما، يعني الشاعر كان كآبه اكثر ما كان يعني فرح. في ذاتية كبيرة كانت من المخرج بالفيلم، وهذا شيء طبيعي بعالم السينما. نعم، وهذا كان واضح جدا قد ايه الفيلم والشخص بيعني له. احنا سعيدين جدا غسان في الكلام الجميل يلي سمعناه عن الفيلم والمخرج وعن الشاعر الفلسطيني الراحل، وكمان سعيدين في هاي العلاقة الأزلية يلي رح تضل دوما تأكد الأخوة ما بين الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني. وبنتشكر اتصالك معنا غسان. شكرا لك، بتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء، الفلسطيني بكلامه بصوته بصورته بجرحه بألمه سوف يبقى على الدوام أيقونة للإنسانية تنشر عبر العالم وعبر التاريخ. سوف نبقى الشعب الفلسطيني الذي يستحق الحياة، وهذه الجملة رسخها محمود درويش في أشعاره وأوصلها للعالم أجمع، وسوف نبقى دوما مصرين على أننا نستحق ما قال عنا محمود درويش. فاصل ونواصل برنامج هوانا الوطن، ما تروحوا لبعيد مشاهدينا، راجعين.